مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن مرهم بتن وسام. مرهم بتن وسام الوردي مثل ما تشوفون يا شباب، هو يتكون من مادة رئيسية هي بيتا ميثازون. هاي المادة كورتيزون، تستخدم علاج الحساسية والحكة والالتهابات الجلدية والإكزيما والصدفية. بالنسبة لمانع استخدامها، ما تستخدم لفترات طويلة على الجلد لأن تسوي مشاكل عديدة، وأيضا ما تستخدم على الوجه لفترات طويلة لأن تزيد الشعر وتسوي التهابات جلدية وترقق البشرة وتسوي تهيج وتحسس وتسوي حب شباب. طبعا هاي العصارة ما تستخدم لعلاج حب الشباب، وما تستخدم لعلاج الفطريات، ما تستخدم لعلاج الحفاظات، يعني طفح الحفاظات للأطفال ما تستخدم، ما يصير. بالنسبة لفترة استخدامها ما يصير أكثر من أسبوع إلا تحت استشارة الطبيب الأخصائي. هل تستخدم أثناء الحمل والرضاعة؟ تقون رابط أسفل الفيديو والتعليق بكل المعلومات عن العصارة وشنو موانع استخدامها. طبعا استخدامها الكثير يسوي مشاكل جلدية مثل ترقق البشرة، زيادة الالتهاب. يعني ما تستخدم على الجروح المفتوحة ولا على الجروح ولا على الحروق ولا على المناطق الحساسة، ما تستخدم للتفتيح ولا تستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية، فقط الالتهابات اللي مصحوبة بالحكة أو التحسسية أشباه الإكزيما وأشباه الصدفية. فإذا تحبون تستفادون تابعونا، تابعوا القناة، تلقون معلومات أول فيديو أو الرابط بكل المعلومات عن هذه العصارة وتستخدم أثناء الحمل والرضاعة وموانع استعمالها. فإذا تحبون تستفادون تابعونا، في أمان الله.